ان هنا طلابي مراجعه الدرس. السؤال الاول: ما الذي يجعل الاجهزه الكهربائيه تعمل؟ الجواب يكون من خلال ربطها بدائرة كهربائيه مغلقه تحتوي على مصدر للطاقه الكهربائيه. ثانيا: ما جزء الداره الذي يتحكم في غلق وفتح الدارة الكهربائية؟ الجواب: المفتاح الكهربائي. سؤال ثالث: ما الذي ينتج عن سريان الشحنات الكهربائية من نقطة إلى أخرى خلال أسلاك التوصيل؟ الجواب: ينتج عن التيار الكهربائي. رابعا: كيف أتحكم في إضاءة المصباح الكهربائي؟ الجواب: عندما يكون المفتاح الكهربائي مغلق راح يضيء المصباح، فأتحكم بالدارة عن طريق استعمال المفتاح الكهربائي. فتح وغلق المفتاح الكهربائي أتحكم بالدارة الكهربائية. خامسا: أتحكم بإضاءة المصباح الكهربائي من خلال، هنا عندنا اختيارات: ألف أسلاك التوصيل، باء المصباح الكهربائي، جيم البطارية، دال المفتاح الكهربائي. راح يكون الجواب هو دال المفتاح الكهربائي. سادسا: إضاءة المصباح الكهربائي في الدارة الكهربائية يعني ألف الدارة الكهربائية مفتوحة، باء الدارة الكهربائية مغلقة، جيم الدارة الكهربائية لا يسري عبرها تيار، دال المفتاح الكهربائي في الدارة الكهربائية مفتوح. الجواب الصحيح هو باء الدارة الكهربائية مغلقة. سابعا: لماذا توجد الإشارتان اللي هي الزائد والناقص على البطارية؟ إشارة هاي البلاس والماينس على البطارية، الزائد والناقص. الجواب يكون لتسهيل علينا معرفة كيفية ربط الأجهزة الكهربائية في الدارة الكهربائية وليضمن سريان التيار الكهربائي بشكل صحيح.